والفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنتكلموا على فوائد الزنجبيل لطيور الباديجي او طيور الكناري او طائر الحسون. الاستعمال غادي ناخذ ملعقه صغيره من الزنجبيل، ناخذ ملعقه صغيره وغادي نوضعوها في نزيدوا من خصوبه الطيور بالنسبه للذكور في تخصيب البيض. بالنسبه للزنجبيل يحتوي على فيتامينات ومعادن، هذه اول حاجه. ثاني حاجه، الزنجبيل رافع جيد لمناعه طيور الزينة والحمام كافه. ثالث حاجه، يطهر معده الطيور ويقضي على البكتيريا الضاره. رابع حاجه، فاتح للشهيه. خامس حاجه، يحمي من نزلات البرد في الشتاء لاحتوائه على فيتامين سي. سادس حاجة، يساعد في علاج مشاكل الجهاز التنفسي عند الطيور. سابع حاجة، يخفف من حدة الإصابة بالإسهال المعوي. ثامن حاجة، للزنجبيل دور فعال في عدم إصابة الطيور بالسمنة المفرطة خاصة الباديجي والكناري والحسون والزبرة. تاسع حاجة، يزيد من خصوبة الطيور بالنسبة للذكور في تخصيب البيض. عاشر حاجة وآخر حاجة، وهي يزيد من دفء الطيور خلال فصل الشتاء. بالنسبة لطريقة الاستعمال، غادي ناخدو ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ناخدو ملعقة صغيرة وغادي نوضعها في لتر من الماء. لتر راه كافي لطيور الزينة اللي عندك، بالنسبة للحمام ولا الباديجي ولا الطائر الحسون. هاد المنقوع هذا غادي نخليه ساعه باش يطلق لهذا الشكل هذا كما كتشاهدوا معايا. لتر من الماء غادي نخليه ساعه ديال الماء كان، ومن بعد غنعمروه في الشرابات ديالنا ولا غادي نقدموه للحمام. ونتمنى يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش علينا بواحد لايك وبارطاجي الفيديو. اي صديق عندك يربي طيور الزينة او الحمام بارطاجي معاه هذه الوصفة هذه ديال الزنجبيل. وشكرا على المشاهدة.